بهدف إنهاء الحرب الأهلية التي تمزق جنوب السودان منذ عام 2013. وقع الرئيس سيلفاكير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفاق سلام يقضي بتقاسم السلطة، اتفاق تم توقيعه أمام قادة دول الهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا إيجاد التي عقدت في أثيوبيا. الاتفاقية تحوي 8 فصول أساسية. الفصل الأول يتحدث عن الحكم أو تقاسم السلطة، طريقة نظامه وطريقة تكوينه. الفصل الثاني يتحدث عن الترتيبات الأمنية ووقف الدائم لإطلاق النار. الفصل الثالث يتحدث عن العون الإنساني وإعادة التعمير في جنوب السودان. الرئيس الصيني شي جين بين كان قد أعلن عن ترحيبه بتوقيع اتفاق سلام شامل بين كل الأطراف في جنوب السودان، وذلك خلال اجتماعه مع سيلفاكير رئيس جنوب السودان خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكين أوائل الشهر الجاري. بل وتعهد الرئيس الصيني للعمل مع جنوب السودان لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الاستقرار والتنمية في هذا البلد. دور الصيني هو دور متنامي ومتعاظم في جنوب السودان، وهي تعتبر الشريك الأساسي لدولة جنوب السودان، حيث هي المنتج والمصدر للبترول بتاع جنوب السودان. من مصلحتها انه السلام يكون في استقرار وفي السلام في جنوب السودان، ولهذا الاساس هي تسعى دائما انه يكون في سلام في جنوب السودان. جنوب السودان استقل عام 2011، لكنه بعد عامين شهد حربا عندما تحول النزاع السياسي بين كير ومشار الى مواجهة عسكرية. وقد انهار اتفاق سلام تم توقيعه عام 2015 بعد طرد مشار من جوبا إثر اشتباكات مع القوات الحكومية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف. ووقعت الأطراف المتصارعة في جنوب السودان بالأحرف الأولى قبل أسبوعين على اتفاق نهائي للسلام في العاصمة السودانية الخرطوم بوساطة إيجاد. مستجاب عبدالله، CGTN العربية، القاهرة.